سؤال: هل الاستنساخ هو الحبل بلا دنس؟ الحبل بلا دنس بالنسبة للسيد المسيح قيل فيه حبل به فيها من الروح القدس، حبل به فيها إيه؟ من الروح القدس. والروح القدس قدس مستودع السيدة العذراء لكي لا يحمل بإنسان في هذا المستودع ويرث الخطية الأصلية، فلما يقدس يبقى لا يرث خطية الأصلية. للآن لم يصل العلم إلى استنساخ من إنسان، يعني هم عملوا حكاية الاستنساخ دي من الضفادع والفران ومن نعجة وربما من قرود، يمكن هم داخلين في الموضوع ده، لكن استنساخ من إنسان ما لم يصل العلم إليه بعد. والاستنساخ معناها امرأة بتلد بدون رجل، وطبعا منذ العهد القديم من تكوين الصح واحد ان يعني خلقناهم من ذكر وانثى، وقال لهم الرب اثمروا وتكاثروا واملأوا الارض بالولادة الطبيعية. لكن ولادة امرأة لإنسان بدون رجل تبقى ولادة غير طبيعية، وإذا مشيت كده على طول يبقى استغنينا عن الذكورة والرجولة، ويبقى الرجال الله يعوض علينا فيهم، ويبقى ما فيش ولد ليه أب، ما فيش ولد ليه إيه؟ ليه أب. وتبقى العائلة تفككت وانتهت، يبقى ما فيش لزوم أيضا للزواج، ولا السن 15 سنة الفرق ولا غيره، ويبقى استغنوا عن قرار المجمع. وريحنا الأخ ده اللي بعد سؤال. والمفروض أن الابن يرث من أبيه ويرث من أمه، وبيبقى المولود واخد من الاثنين. دلوقتي هيبقى واخد من أمه ومش واخد من أبه، يبقى ما نعرفش هيكتب في شهادة الميلاد انه ابن مين. ويبقى جميع الناس ينتسبون الى امهاتهم فقط، فلان ابن حنونة، اي او ابن اي واحدة من النوع ده. يعني أنا آسف على كلمة فأنا فنون، مش معقول إن حنونة هتخلف ولد بدون رجل. صدقوني كل ما بشوف الحاجات دي ساعات، يعني أقول لكم كاعتراف، يعني ساعات أقول طب يا رب مساكين بتوع برج بابل دول اللي عاقبتهم معاقبة كبيرة، ده اللي موجود دلوقتي أصعب من برج بابل. يعني برج بابل قعدوا يبنوا عشان يطلعوا لفوق وعاقبتهم المعاقبة الشديدة دي، طب ودول الحاليين دول؟ لا أعتقد أن العلم سيصل إلى الاستنساخ البشري، وطبعا كل هذا ضد المشيئة الإلهية، مشيئة الله في التناسل في الكل حتى في النباتات، بيبقى برضه في تلقيح ذكري ولو عن طريق الفراشات النحل الطيور اللي بينقلوا حاجات ذكرية حاجات أنثوية، شيء من غرور العلم، لكن ما فيهوش حاجة اسمها حبر بلا دنس. على الأقل فيه دنس العلم وكبرياء، على الأقل فيه إيه؟ دنس العلم وكبرياء.
العلم المغرور الذي يدنس بالغرور ويظن أنه ينتج خليقة بغير ما أراد الله.